وقد شاركت المملكة العربية السعودية احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية، حيث نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران فعاليات متنوعة للتعبير عن مشاعر المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والبحريني وعمق الروابط بين المملكة العربية والسعودية ومملكة البحرين. تضمنت الفعاليات عرضا لأفلام بحرينية قصيرة وعزف أنغام موسيقية ورقصات شعبية بحرينية، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال. كما تضمنت الفعاليات تزيين برج إثراء بألوان العلم البحريني وعبارات الأخوة والوفاء ومعرض البحرين في صور الذي يعرض تاريخ مملكة البحرين والمواقع الأثرية فيها، وإقامة أمسية شعرية للشاعر علي عبد الله خليفة، بالإضافة إلى توزيع الأعلام السعودية والبحرينية وهدايا تذكارية تتعلق بالمناسبة. أما في الكويت فقد تزينت أبراجها بألوان العلم البحريني بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة، تعبيرا عن روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. تأتي مشاركة الكويت شقيقتها مملكة البحرين لما تتمتع به العلاقة البحرينية الكويتية من مواقف ثابتة مؤطرة بالعلاقات الثنائية الأخوية العميقة. كما نظمت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين حفل استقبال في مطار الكويت الدولي للمسافرين على خطوطها القادمين إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث توشحت صالات مطار الكويت بألوان العلم البحريني، كما تم استقبال المواطنين البحرينيين القادمين إلى الكويت بالهدايا، إضافة لتوزيع الحلوى، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. أعربت شركة طيران الخليج عن شكرها وتقديرها لمطار دولة الكويت على مشاركته لاحتفالات مملكة البحرين أعيادها الوطنية، ورفعت الشركة بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبريكات لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. كما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مملكة البحرين احتفالاتها بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، وأبرزت وسائل الإعلام الإماراتية على مدار الأيام الثلاثة الماضية احتفالات المملكة، وأفردت الصحف الإماراتية صفحات خاصة مشاركة في الاحتفالات. كما احتفلت العديد من الجهات الحكومية بأبناء البحرين القادمين إلى دولة الإمارات واستقبلتهم في المطارات بالورود وأعلام البلدين الشقيقين ابتهاجا بمناسبة يوم البحرين الوطني. رحب فريق العاملين في مطار دبي بالمسافرين البحرينيين على أنغام النشيد الوطني البحريني والأغاني الوطنية في جميع مباني المسافرين بالمطار، كما أقيمت عروض الرقص والموسيقى. كما أقام فريق فرسان الإمارات التابع للقوات المسلحة عروضا جوية مختلفة على كورنيش أبو ظبي احتفالا باليوم الوطني لمملكة البحرين. وقد زين فريق فرسان الإمارات سماء أبو ظبي بألوان علم مملكة البحرين الأبيض والأحمر. يأتي هذا تأكيدا على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البحرين والإمارات، التي أثبتت طوال مسيرتها وفي محطات مختلفة تطابق المواقف بين البلدين الشقيقين.